في اجتماعين السيسي يوجه بالالتزام زمنيا بتشغيل حقل ظهر للغاز الطبيعي، ويوجه بإزالة العقبات أمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووي. خلال لقاء بين شكري والرئيس البيلاروسي، مصر تعرب عن أملها في دفع بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي. استعدادات في مكة المكرمة لبدء مناسك الحج، والبعثة المصرية تؤكد إنهاء تجهيز الخيام لمشاعر منى وعرفة. أخبار رأس الساعة من أونلايف، أسعد الله أوقاتكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. وخلال لقائه أليكسي ليخاتشوف الرئيس الجديد لشركة روساتوم الروسية، أكد السيسي حرص مصر على تنفيذ المشروع باعتباره يمثل رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا. كما أكد الرئيس السيسي حرصه على المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه شركة إني الإيطالية في أعمالها في مصر، لا سيما بحقل ظهر للغاز الطبيعي. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة، شدد السيسي على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء إنتاج الحقل، موجها وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل. التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأكد شكري تطلع مصر لدعم بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية نقل للرئيس البيلاروسي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من الرئيس تعكس الرغبة المصرية في تطوير العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن الرئيس الروسي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية حاليا، إضافة إلى رؤية مصر المتوازنة تجاه القضايا والأزمات الإقليمية. كان شكري قد أجرى مباحثات مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي فور وصوله إلى العاصمة مينسك، المحطة الثانية في جولته الأوروبية. تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يلتقي شكري عددا من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والتقدم الذي أحرز في الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة في يناير الماضي. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن بعثة حج الوزارة ستتسلم مخيمات عرفات اليوم، وسيتم استلام مخيمات منى غدا، مشيرة إلى أنها تتابع أحوال الحجاج من خلال تقرير يومي وأن جميعهم بخير. وشددت والي على أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن على بذل أقصى جهد لتذليل العقبات وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية. من جانبه قال مساعد وزير الداخلية اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج في تصريحات لأون لايف إن البعثة أنهت تجهيز الخيام لمشاعر منى وعرفات،
حيث تم تجهيز مخيمات مكيفة وتوجيه الضباط لتفقد مكان الحجاج المصريين، إضافة إلى تجهيز الحافلات لنقل الحجاج وتوفير لجنة طبية لعلاج أي حالة طارئة. هيتم التصعيد لعرفات، فإحنا كلفنا السادة ضباط الفنادق اللي موجودين مع حجاجنا في كل فندق بيعمل كشوفات باسم كل حافلة هتقل الحجاج، بيتم إعلان الكشوفات دي وبيتم إن شاء الله التصعيد صباح يوم الأربعاء اللي هو هيبقى يوم 8 إن شاء الله، بكل أتوبيس بيبقى فيه حد من السادة ضباط مرافق ليهم للمخيمات في عرفات. احنا طبعا من يوم ما جينا واحنا عاملين لجنة من الضباط الأكفاء علشان يستلموا التجهيزات بتاعة المخيمات من حيث الخيم، التكييفات، الإعداد والتجهيز للمطابخ، الإعداد والتجهيز للمصلة اللي يصلوا فيها، وبرضو معانا البعثة الطبية موجودة معانا علشان لقدر الله لو في أي حالات ضربات شمس أو حاجة يتم إسعافها وعلاجها في حين إن شاء الله. أعلنت المملكة العربية السعودية أن العدد الإجمالي للحجيج الذين وفدوا إلى الأراضي المقدسة وصل إلى 1,705,081 حاجا من مختلف أنحاء العالم، ويزيد هذا الرقم بنسبة 30% على الأقل عن العام الماضي، فيما يتواصل توافد بقية الحجاج خلال اليومين المقبلين على كافة المنافذ السعودية جوا وبرا وبحرا. من جانب آخر، استكملت السلطات السعودية خططها كافة لا سيما الأمنية لموسم حج هذا العام. كانت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة لأداء فريضة الحج لهذا العام قد غادرت أمس إلى الأراضي المقدسة، حيث تضم العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وأسر عدد من الشهداء ومصابي العمليات الحربية. غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تضم العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. غادروا وسط هذه المشاعر الإيمانية الصادقة التي تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله وتنفيذ لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. قامت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج، بالتنسيق مع السلطات السعودية وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف. كما غادرت أيضا المجموعة الأولى من بعثة الحج والتي تضم 1,000 حاج من أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ضمن 3 مجموعات من المخطط سفرهم، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، تقديرا منه لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن وطنهم. وحرص السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية على توجيع الحجاج بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة إجراءات الوصول والمناسك لأسر الشهداء والمصابين حتى العودة إلى أرض الوطن، متمنيا لهم القبول من الله عز وجل. ووسط مشاعر الفرحة التي عمت جنبات مطار القاهرة الدولي، قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وللقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام، والتي تحرص دوما على الوفاء بأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات بعد فقدان ذويهم أو ممن تعرض للإصابة، مؤكدين أن أرواحهم ودماءهم ستبقى جيلا بعد جيل فداء لمصر. كلنا رايحين ندعو للقوات المسلحة بدحر الإرهاب، وإن شاء الله النصر للقوات المسلحة. يا رب يصلح مصر، يا رب يصلح ويهدي كل المصريين ويهدي كل الناس، ويا رب يألف في قلوبنا جميعا يا رب، ونبقى يد واحدة جميعا مع رئيسنا، ونبقى يد واحدة فعلا يا رب. لا، تنظيم جميل بصراحة، حاجة منظمة جدا، وربنا يخلي الجيش يعني بصراحة على يعني النعمة اللي احنا فيها. هدعي لمصر ولجيش مصر ان ربنا يسلمها
ويحفظها من كل شر، ومررنا يا رب من الفترة اللي احنا العصيبة اللي احنا فيها ديت بسلام ان شاء الله، ونبقى احسن بلاد الدنيا بإذن الله. انا الشعور والله لا يوصف، هي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نشكر جلالة الملك طبعا خادم الحرمين الشريفين، وانا سعادتي لا توصف والله، مش عارف اعبر عنها بكلمات، يعني يعجز لساني عن التعبير بكلمات توفي الحق اللي انا فيه وتوفي الحفاوة اللي انا اقبل بيها، ولو واحد عرف كده يصاب مرة ومرة ومرة ومرة. الحمد لله. تمت القوات العراقية تقدمها لتحرير كامل مدينة تل عفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، حيث أعلنت القوات سيطرتها على أحياء المدينة 29 بعد 8 أيام فقط من القتال. نهاية محتومة ومصير أسود ينتظر تنظيم داعش في مدينة تل عفر العراقية بعد أن أعلن الجيش العراقي استرداد معظم المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي. وجاء في بيان للجيش العراقي أن القوات انتزعت السيطرة على أحياء المدينة 29 بعد 8 أيام فقط من القتال، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا في العياضية، وهي منطقة صغيرة مساحتها 11 كيلومترا شمال غربي تل عفر، ويختبئ فيها الإرهابيون الفارون من وسط المدينة. المتحدث الرسمي للعملية المشتركة العراقية العميد يحيى الزبيدي من جهته قال إن القوات المسلحة العراقية لن تتوقف في محاربتها ضد تنظيم داعش، موضحا أنه عند انتهاء العمليات العسكرية في قضاء تل عفر سوف تنطلق القطاعات المشتركة لتحرير باقي الأراضي العراقية، مشيرا إلى أنه لن يتبقى من التنظيم الإرهابي سوى مناطق أعلى نهر الفرات غربي الأنبار وجنوب كركوك بقضاء الحويجة. تل عفر تعد هي المحطة الأحدث في مسلسل الحرب ضد تنظيم داعش في العراق بعد استعادة الموصل في يوليو الماضي، والتي كان التنظيم قد أعلن منها قيام دولته المزعومة عام 2014. القوات العراقية في سعيها لاستعادة تل عفر كانت ولا تزال حريصة على جانب إنساني وحضاري هام يتمثل في الحفاظ على الآثار القديمة التي تعود للعصر العثماني والتي أضيرت بشدة على أيدي إرهابي داعش عام 2014. جانب هاي اللي خلفي اللي هي قلعة قديمة جداً، آثار يعني ما يقارب أكثر من 2000 عام، فإحنا حافظنا عليها حتى ما أطلقنا عليها النار، حتى الطيار ما ضربها برغم ما كان أكو عدو هنا متمركز وكذا، وحاولنا وأخرجنا العدو إن شاء الله ووطينا جرحى وشهداء، هاي الأرض تحررت بشهداء. الانهيار المنتظر لداعش في تل عفر يعد ثمرة لكفاح كبير تقوده القوات العراقية الباسلة، وانتصارها على ذلك التنظيم الإرهابي يعد نصرا للبشرية جمعاء على من تلوثت أيديهم بدم الأبرياء. في سوريا أفادت مصادر ميدانية بأن ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مستشفى الأطفال في مدينة الرقة بعد معارك مع تنظيم داعش بالتزامن مع غارات جوية للتحالف الدولي. وذكرت المصادر أن معارك عنيفة بين داعش والميليشيات الكردية المدعومة بقوات برية أمريكية وغطاء جوي للتحالف الدولي اندلعت بين الجانبين في الرقة بالتزامن مع قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. أفاد الجيش اللبناني في بيان له بأنه تم العثور على رفات 8 أشخاص بجرود عرسال يشتبه بأنها تعود للجنود الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي، فيما لا يزال البحث جاريا عن مصير الجندي 9. وقد تم نقل الرفات إلى المستشفى العسكري المركزي لإجراء فحوصات الحمض النووي والتأكد من هوية أصحابها. يذكر أن التنظيم الإرهابي أسر 9 جنود لبنانيين عام 2014 عندما اجتاح لفترة وجيزة بلدة عرسال الحدودية شمال شرقي لبنان. قالت مصادر محلية يمنية إن ميليشيا الحوثي فرضت حصارا شاملا على مقر إقامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومقر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه. وأشارت المصادر إلى توسيع الحصار ليشمل قيادات كبيرة تنتمي لحزب المؤتمر. جاءت هذه الخطوات التصعيدية بعد ساعات من مواجهات مسلحة بين مسلح الحوثي وعناصر الحرس الجمهوري الموالي لصالح. جولتنا مستمرة مع حضراتكم بعد فاصل قصير.
بحضراتكم من جديد. قال وزير المالية عمرو الجرحي إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 16 جنيها و25 قرشا بدءا من سبتمبر المقبل. وذكر وزير المالية أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقا مع نزول سعر العملة خلال الفترة الماضية. ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة. كرم وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي عددا من الشباب الذين انضموا واجتازوا دورة تدريبية في وزارة التموين والهيئات التابعة لها وأشاد بمجهوداتهم لاجتياز تلك الدورة. والنهاردة يوم سعيد بالنسبة لي لأرى شباب مصر اللي هو زي ما قلت نص الحاضر وكل المستقبل جايين بنكرمه بمناسبة ان هم شرفونا بدورة تدريبية أثناء الصيف في وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الهيئات التابعة لها. فبقول لكم ألف مبروك، وبقول لكم وبقول لنفسي وبقول لكل المستمعين إن الاهتمام بالعلم 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 وحده نرتقي وترتقي الأمم. دفعت مشتريات المستثمرين العرب مؤشرات البورصة لارتفاع جماعي في مستهل التعاملات فيما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب للبيع. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيس بنسبة بلغت ثلث النقطة المئوية، فيما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت نحو ثلثي النقطة المئوية، فيما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت نحو نصف النقطة المئوية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر البورصة المصرية الزميلة جرمين إبراهيم لتطلعنا على مزيد من التفاصيل. إليك جرمين. بالفعل أحمد، ونحن في بداية تعاملات اليوم بعد مرور ما يقارب ساعة ونصف من بداية التعاملات هناك ارتفاع جماعية لمؤشرات البورصة مدعومة يعني الآن بعد التغيرات والتحولات ما بين الشراء والبيع، فهي الآن مدعومة بالاتجاهات الشرائية للمستثمرين الأجانب مقابل اتجاهات بيعية للمستثمرين المصريين والعرب. المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة 61% مسجلا 12992 نقطة وبفارق 79 نقطة عن بداية تعاملات اليوم. أيضا المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 ارتفع بنسبة 58% مسجلا 703 نقاط وبفارق 4 نقاط عن بداية التعاملات. أيضا نفس الأمر للمؤشر اي جي اكس 100 الذي ارتفع أيضا وتواجد في المنطقة الخضراء وارتفع بنسبة 48% مسجلا 1575 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بداية التعاملات. أيضا الآن نحن نتحدث في بداية تعاملات اليوم مستوى السيولة تجاوز 100 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات وصل إلى 3067 عملية. أيضا حتى الآن تم التداول على 97 سهما ارتفع 43 وانخفض 17 سهما وحافظ 37 سهما على ثباتهم. أيضا أنشط القطاعات حتى الآن جاء في المرتبة الأولى قطاع البنوك يلي قطاع العقارات. أعود إليك أحمد مرة أخرى. جرمين، هل هناك ما يقول بأن هذه المؤشرات قد تستمر في الصعود على مدى جلسة التداول لهذا اليوم ولا ليس مقطوعا بهذا الأمر؟ يعني أحمد ليس مقطوعا بهذا الأمر، ولكن الاتجاهات البيعية التي يعني ظهرت في الفترة الأخيرة ربما تشير إلى يعني عدم صعود المؤشرات، ولكن هذا لا استطيع أن نجزم به، فربما أيضا التعاملات ربما تتحول من يعني مرحلة للأخرى، ولكن سنستطيع أيضا في يعني النشرة القادمة أن نطلعك إذا حافظت المؤشرات على تواجدها في المنطقة الخضراء. سيكون ذلك مقطوع به بطبيعة الحال بعد انتهاء جلسة التداول لهذا اليوم في الجولة الاقتصادية في الثالثة ظهرا. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم، حدثتنا من مقر البورصة المصرية. من مقر البورصة المصرية إذن نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة. هذا تذكير بعناوينها. في اجتماعين السيسي يوجه بالالتزام زمانيا بتشغيل حقل ظهر للغاز الطبيعي ويوجه بإزالة العقبات أمام تنفيذ مشروع الضبع النووي. خلال لقاء بين شكري والرئيس البيلاروسي مصر تعرب عن أملها في دفع بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي.
واستعدادات في مكة المكرمة لبدء مناسك الحج، والبعثة المصرية تؤكد إنهاءها تجهيز الخيام لمشاعر منى وعرفات. ختام هذه الجولة قدمناها لحضراتكم من أون لايف، بعد دقائق من الآن تلتقون وجولة رياضية. إلى الملتقى بحول الله.